فزي وليان. دخلي الضوية دخلي. ايوا تهنيتي وحيدتي عليك الوسواس. الحمد لله درك عينيك مزيانين. مهم الضوية كي سمعتي راه الطبيب قال لك التلفازة والتليفون حاولي تقللي بهم غير مرة وهب وش عيب حتى انا غادي ندير المجهود ديالي. هاد التلفازة والتليفون ضروني في عيني بزاف. هاي 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 اللي دف اللي دوسر سر غزالي ما الله يعطيك الغمة امين ان شاء الله. مالك يا خالتي انت بعدا ما تهضريش معايا غاه اعطيني شوية ديال التيقار. مالك امه بقري ولا غنمي؟ شكون امه هذا اللي بقري ولا غنمي؟ الطبيب ديال العينين. شكون الطبيب ديال العينين امه؟ ما فهمتكش. ما فهمتنيش ايبا اللي عينيك حمر. اوه امه غير عيا مع فقت بكري هذا ما كان ولا الدخان اللي عورك غي قول. امه واش تركي تقولي بسم الله عليك يبان لي راكي غير تدخلي وتخرجي في الهضره. خياري تسمي انا اللي راني ندخل ونخرج في الهضره. واه عندك الحق يا ولدي عندك الحق. ها شوف بعدا نقول لك صلي ولا عبد ربي مين درتو فيا هذا المنكر ما عندكم فين تروحوا عند سيدي ربي. امه وقي لما سمعتي ليش قبيله في التليفون راه ديت الضويه للطبيب ديال العينين. بق بق على مراك تكذب. احشوم امه هو مين المسلم مشيتو للطبيب علاش ما قلتوهاليش؟ ها قولوها لي بعدا غير نتهنى عليكم وما نبقاش ندور عليكم كي العقونا. نقولها لكم مين ما مثلكمش حمد الله وشكروه والله حتى تطلعوا تهودوا. اخالتي غير اسمعي لي الله يرحم الوالدين راه بت ليله كامله وعيني تحرقني ومع الفجر من صلينا قال لي الله ينشد لك الدور عند الطبيب ديال العينين راه كيمشيو له بكري ولبست وفت عليك البيت لقيتك ناعسه لقيت لك جوج مرات ما رديتيش عليا وقال لي غي الله مين غادي نمشيو بكري يمكن نخرجوا في الساع هذيك هي. وهم الهضره اللي قالت الضويه هي اللي كاينه وليها حواش غادي عاد تقول كلام خر اللي بدا الكلام اللي تقولوا الضويه انت تسني عليه. قولوا ها سيدي تقناكم ايوا شحال راه درك الساعه ها من الفجر حتى درك غير عند الطبيب ديال العينين كان يحلهم لك بياسه بياسه ويزيفهم لك واش بغيتي تشوفي اكثر غير هذا المشموط راه حدا رجليك. صافا ما غي سمحي لنا وقيل خلعناك بصح ما والله ما قصدنا. يا ودي اطلب ربي يسمح لك. اما صافي الله يسامح فيك ربي. اخالتي غي سمحي لنا والله ما قصدنا نخلعوك. اما انت انا خلعني ولدي ما انت تقرحي وتشرحي ما كان واش داني فيك. ايوا صافا ما الله يسامح صافي سمحي لنا. ايوا الله يسامح الله يسامح. اوه يا الحموان واش دخلت الصيف يا بعدا. خالتي غير هنا وقيله جاك الحمان برا البرد والله الا انا بردت من ما لبستش مزيان راني نرجف. بردتي قولي كنتي في الخلاوات عليها بردتي. ايه قولوا تعرفوا غلط ولا بني درار ها غير قولوا العجب درتوه فيا واللي كان والله ما مشينا البلاص بصح شوفي فيك ربي الا في خاطرك ما تاكلي الشوا نوضي لبسي والله حتى نغديك ما فيما بغيتي واش عندي عشرة بما. يا ودي لو كان قلتوها لي قبيله ماشي حتى درتو فيا غزو درك عاد امار واحد تاكلي الشوا ما ناكلش كليت مين كليت. واه ما درنا معك الغلط ما علمنا لكش احنا ما مشينا حتى لشي بلاصه بصح درنا الغلط مين ما علمنا لكش ودرك ما فيك ربي نوضي نوضي الله ينديك تفوجي راه والله الا مخيره الدعوه برا. واه خالتي وحتى تفوجي شويه. اه واه ايوا كيما ما بغيت ايوا نوض انا في الساعه نتوضى نصلي الظهر ونتحركوا. هيا اش دوري وانت فين راكي غاديه ها أه؟ او ياك كنتي برا واش الزقاق دوحة حمزي شويه. اه غير قلت زعما نتغداو جميع وصافي واش نبقى هنا بوحدي خالتي وليها انا ما خليتونيش بوحدي ها هيا هاي تمشي لراسك وتولي هانيه معايا نقولها لك نيشان تورا يا خالتي راني طالعة نشر لك سوا قبالتك البوطاغي واحد شوية إلا بطيت الفوق ضفي عليها. واخا بنتي واخا ها قولي لي يبان لي هشام اللي خرج قبيلة بالزعاف ما ولاش كاع وياك لاباس. يا خالتي نقول لك وما ندسش عليك راكي بحال ما هشام ما راش حتى لتما أجا واحد خر وياك لاباس يا بنتي ياك ما وقع له شي حاجة في الخدمة.
هاو ما نعرفت له غير نهضر معاه يقنف غير نقول له شي حاجه يلتخ عليا الباب ويزيد وانت انت خنتيه بزاف خسرتي له الطبيعه نقولها لك. اه بنتي غي سايسي معاه راهني عيل واش تاع عنده يكون شي مشكل عنده في الخدمه ولا زعما الرجال ما يبغيوش يقولوا. اه هادوك غي دنوب ديال الروميه ودنوبي راهم يخرجوا فيه دنبا دنبا. اه ودي خليني ساكته واش دار قليل ما خلى ما دار. يا بنتي كي دايرين هاد الذنوب عليه الشيطان وحاولي تقربي له وشوفي مالو زعما راه راجلك. ايه والله ما ندلق له باش يطلع فوق راسي ويدلي رجليه وزايدونا لالا انا توالفت غير بوحدي زعما نستناه يجي ويخنتني ويبرعني هو يزيد عاد يزعف عليا ويلتخ عليا البيبان. ها شوف يا بنتي بلاتي من يجي نعلي الشيطان وهضري معاه روحوا كاع نتوما لشي مدينه وبدلوا الجو وفوجوا شويه. ما عندنا فين نمشي وخالتي جاب غير شي يامات راه بقات له يومين بيها وغادي يولي. ايوا ليله هاي الله محمد رسول الله الله يدير تاوي للخير. راني طالعه نشره خالتي قبالتك الكوكوت. واخا بنتي واخا يا ربي تهديهم يا ربي. عمتي خير يا يقولوا لها خيره بعدي ايه عمتي خير يا ولا ماشي خير يا عمتي وعمتي في سعة الضوية عمتي خير يا ايش دور هذا البشير يا ايش دور كي ندير له عمتي خير يا ما شكون هذا اللي راه يلغى عمتي خيرة اه وما نعرف اولدي وما نعرفت انا بحالي بحالك. هاد الصوت بحال ديال ولد خو عيشة نوض نشوف شنو بغى. لا ارجع ارجع نمشي انا نشوف واسمو راه تكون غي عيشة صيفطت عاوتاني عند شي حاجة بعدا غي من تما نقبضو. عمتي خير يا عمتي خير يا اسمحي لي راني بطيط عليك بصح دورت بركان كامل مشيت للسبيطارات الفرماسيانات مشيت الطبا ديال العينين الطبا داك ديال القلب ما خليت فين مشيت واللي نسول عليه نقول لهم واش ما تعرفوش واحد الراجل يقولوا له بوش عايب وخالتي الضاويه يقول لي ودي ما نعرفوش واو وما يعرفهم حتى واحد خالتي خير غير سمحي لي عييت ندور لك عليهم ما لقيتهمش. ايه 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 واه معليش يا ولدي معليش غير روح تروح سعدي بولدي ديك لام انا درك نصيفطها لك عند عيشه ولا حتى نصيفطها لمي صافي غير روح ربي يخليك ربي يشجيك ان شاء الله. معليش ماشي مشكله شوفي الا بغيتي نمشي نورك شويه نشوف عمتي عيشه واش دارت شي ماكله نفطر ونخرج هانيا ندور لك عليهم. اهي ايش دوري مالك داير هكذا واش راني ندور عليهم في مختافون ولا روح روح راهم هنا في الدار روح سعدي بولدي ما دير ليش المشاكل ايه راهم هنا ايش تيا ويا وانا ندور عليهم زيخ راهم في الدار ايوا اعطيني واحد الكاس ديال الماء نشرب به. ايوا ولدي الله ينعل الشيطان ها هي دار عمتك قبالتك روح تما وشرب رحنا خارجين دروك يسول عليك واش عيب يقول لي واسمو كان يدير نقول له هاني راه كان يدور عليكم روح روح الله يرضي عليك يا ولدي. ايوا صافي ونمشي للدار كلمي لي ولدك نقول له الحمد لله على السلامه من زعما لقيتوه. يا ميلوس يا ميلوس يا ميلوس ايوا روح يا ولدي الله يرضي عليك روح راهم خارجين هانيه تشريها لي. ايوا صافي نمشي زعما نمشي صافي ما ندورش عليهم مره اخرى لقيتوهم. ايوا هذه هي اسمحي لي سمحاني غا عمتي خيره بزاف والله درت اللي في جهدي وكثر ربي ما جابش. ايوا صافي غير روح روح في الساعه الضويه. ها شوف قول لعيشه والله ما سعيتها والله ما تسيتها عليك قول لها بصح مره اخرى غير الا جابها بوش عايب انت الاولى نبدا بيك. ما فهمتش. ها هما جايين تلعلي طلع عمر قتل علي يا روح بس حقي تحدى يا يجدور واش هاد اللصقه روح روح ها هما هاودين. غيت الضحيه النشاط فازع على قلبك ارواح تفرج فينا وما تندم شعيب والضاويه الفراز ناديه شعيب والضاويه والحاله زاهيه شعيب والضاويه سلسله ناديه شعيب والضاويه يفاجي وعليا اليوم نجيب لكم قصه جديده وخبر مرحبا بكم في دار شعيب والضاويه شعيب والضاويه الفراجة نادية شعيب والضاوية ولا
شعيب والداوية بسلسلة نادية، شعيب والداوية يفاجئ عليا.